نقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد من المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي. أهلا بك سيد هادي. نعم مساء النور. هادي، بصفتك ناشطا مهتما بالحريات الصحفية، إلى أي مدى ترى أن صحفي علي عذاب التزم بالقيم والمحددات المهنية في التحقيق الصحفي الذي أجراه عن المتسولين؟ نعم، اليوم ظهرا كنت مع الزميل علي والناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معا، وتكلمنا في الموضوع كثيرا. وفي الواقع هنالك فرق بين أن يكون الأمر واقعي كما هو الحال في بعض الجزئيات من الحياة العراقية، أي أنه أصل المشكلة موجود. عندما يتحدث عن التسول وعن ظواهر متفشية في المجتمع فهي حقيقة، هو لم يجانب الحقيقة عندما تحدث عن التسول، لأن الآن أتحدث إليك من أحد التقاطعات في بغداد وأعيش هذه التجربة ويعيشها مواطنون عراقيون، وهي أيضا تجربة موجودة في بلدان عربية وأجنبية أخرى، ولكن بنسب متفاوتة ربما، بطبيعة مختلفة. والأصل في الفكرة، وهذا اعتراضنا في المرصد على قضية موقف وزارة الداخلية، هل أن وزارة الداخلية معترضة على أن علي عذاب فبرك المشاهد أو اللقاء الذي أجراه مع هذه البنت، أم أنهم يعترضون على أصل الموضوع، أنه لا يوجد تسول ولا توجد مشاكل ولا توجد يعني سلوكيات شائنة ومخالفة للقانون؟ هو هذا متعارف عليه، التسول موجود، لكن ربما من خلال تبعنا قبل قليل مقتطفات صرح فيها علي، صحفي علي، بأنه هذا الشيء يعني متعارف عليه، لكن الذي وصل إليه هو أنه وصل إلى مصادر تتاجر بهؤلاء الأطفال الذين يتسولون. هذا هو الأساس في الموضوع. إذا كانت القضية متصلة بأن علي فبرك بعض من جزئيات عمله، وطالما أنه أصل الموضوع حقيقي وموجود في الشارع العراقي، فلماذا هذه الضجة؟ يفترض أننا نتحدث عن معالجة هذه القضايا وليس عن ملاحقة الصحفيين لأنهم يطرحون مثل هذه القضايا. نعم. يعني أنا عندما أنفعل وأطالب بحقوقي، ربما أقول أنا أرفض الكذب والدجل وأرفض النفاق في المجتمع، يأتيك أحد يقول نعم هنالك دجل وهنالك كذب ولكن لا يوجد نفاق في المجتمع. ربما يعني فقط لو أسألك عن، باعتباركم حضرتم كما أشرتم في بداية هذا اللقاء، حضرتم لقاء مشتركا مع الداخلية وصحفي علي عذاب، ما هو موقف الداخلية وكيف ترونه؟ يعني بحسب معلوماتي أنه اللواء سعد مع متعاطف جدا مع الصحفي، وأيضا السيد وزير الداخلية قاسم الأعرجي أيضا متعاطف، ليست لديه مشكلة في الواقع، ولكن يبدو ان هنالك انفعال صحفي وانفعال في بعض يعني جزئيات عمل وزاره الداخليه من بعض المسؤولين. اشكرك جزيل الشكر، المعذره لضيق الوقت. كنت معنا الناشط هادي جلو مرعي من المرصد العراقي للحريات.